مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من فقه الحياة. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. لقد سجل التاريخ بأحرف من نور مواقف خالدة للمسلمين بلغوا فيها المرتبة العالية والغاية القصوى من الإيثار، حيث أقبل المهاجرون إلى المدينة لا يملكون من أمر الدنيا شيئا، تركوا أموالهم ولا ما يملكون خلف ظهورهم، وأقبلوا على ما عند الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه. فاستقبلهم الأنصار الذين أكرموهم ولم يبخلوا عليهم بشيء من حطام الدنيا في صورة يعجز عن وصفها اللسان. فالإيثار خلق من أخلاق الإسلام العظيمة، هو مرتبة عالية من مراتب البذل والعطاء. للحديث حول فضيلة الإيثار في حياة الصحابة الكرام تدور حلقة اليوم، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك يا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. مشاهدينا متواصلون معكم في فقه الحياة، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد التحية بحضراتكم وضيف هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك يا دكتور من جديد. مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور أحمد، حديثنا اليوم عن فضيلة الإيثار، ما معنى الإيثار؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أمير الأنبياء والمرسلين، إليك يا رسول الله وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وحبك يا رسول الله ديني ومذهبي، والناس فيما يعشقون مذاهب. الإيثار أن تقدم الغير على نفسك، بمعنى الواحد إذا ما أراد أن يؤثر غيره على نفسه هذا هو المؤثر. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة. هؤلاء الذين يقدمون الغير على أنفسهم، هؤلاء هم أهل الفضل، هؤلاء هم أهل العطاء، هؤلاء هم أهل الإيثار، هؤلاء الذين دائما يراقبون المولى تبارك وتعالى ويعطون ما بأيديهم حتى يصلون إلى مرضات المولى عز وجل، لقوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الواحد إذا كان معطاء، إذا كان من أهل السخاء وجبلت روحه على العطاء، أصبح إذا جاءه سائلا كأن السائل هو الذي يعطيه. ولذلك كان أحدهم، وأظنه سيدنا زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن سيدنا علي ابن الزهراء رضي الله عنها ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما إذا رأى فقيرا يقول: مرحبا بمن جاء يحمل زادنا إلى الله. ولذلك المولى تبارك وتعالى يقول: عبدي مرضت ولم تزرني، كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ يقول: أو ما علمت أن عبدي فلانا كان مريضا ولو زرته لوجدتني عنده. الله، انظري إلى هذا العطاء، لو زرته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك ولم تطعمني، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: عبدي فلان استطعمك ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن الفقراء لهم صولجان، عندما تدنو الشمس من رؤوس العباد المولى ينادي على هؤلاء الفقراء: اذهبوا وتعرفوا على من أطعمكم لقمة في أنا، خذوا بيده إلى الجنة. هؤلاء
الذين دائما يعطون ما بأيديهم حتى يصلون إلى مرضات المولى تبارك وتعالى. يأتي أحدهم إلى أحدهم طالبا منه دينار، فما كان منه إلا أن أعطاه 1000 دينار. قالوا إنه طلبك دينار واحد تعطيه 1000؟ قال هو طلبنا على قدر احتياجه لنا، ونحن أعطيناه 1000 على قدر احتياجنا لله، لأنه سيخلف هذا العطاء. ولذلك أصبحت سمة سيدنا علي زين العابدين، أنه كان له جراب يحمل فيه الزاد للفقراء، فعندما كان يوزع هذا الطعام في هزيع الليل الفقراء يستيقظون فيجدون الطعام موجود ولا يدرون من الذي جاء به. فلما مات انقطع هذا العطاء، فلما ذهبوا يغسلوه وجدوا آثار الحبل الذي كان يحمل به موجود له آثار في ظهره. هؤلاء أهل الإيثار، لأنهم يعلمون بأن العطاء من المولى تبارك وتعالى أكبر. السيدة عائشة عندما تكون صائمة ومعها خبزة، فيأتي أحد الفقراء: يا أم المؤمنين أنا جائع. فقالت للخادمة: أعطه القرص الذي هو عندنا. قالت: يا سيدتي وعلام تفطرين؟ قالت: اعطيه لها فالرزاق موجود. فقالت: ما غربت الشمس قبل الإفطار إلا وأهدي للسيدة عائشة لحم كبش، فقالت: كلي من هذا الطعام خير من الخبز التي أعطيتيها للفقير. هكذا العطاء. فالعطاء ينقسم إلى أنواع، أعلاه وأفضله أن يؤثر الإنسان رضا المولى على رضا نفسه، أن يؤثر رضا الكريم على هوى قلبه. فإذا ما كان الواحد يؤثر رضا المولى على رضا نفسه هذا هو أعلى درجات الإيثار. النفس تنازعه على شيء يقول: ولكن المولى يريد غير ذلك، وخالف النفس والشيطان وعصهما، فإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وكذلك النوع الثاني أن يؤثر الغير من العباد على نفسه، أكون أنا في حاجة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن كان الجزاء فجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. على العطاء الذي أعطاه صاحب الإيثار جزاؤه الجنة. ولذلك سيدنا علي يسأل: يا إمام أيهما أحب إليك؟ هل أحب إليك أن تصلي 2 ركعتين أم تدخل الجنة؟ فقال: لأن أصلي 2 ركعتين أحب إلى نفسي من دخول الجنة. يا إمام كيف ذلك والناس يتشوقون إلى الجنة؟ قال: لأن في دخول الجنة طاعة وحبا لنفسي، ولكن في 2 ركعتين طاعة وحبا لربي، وأنا أؤثر طاعة ربي على طاعة نفسي. درجة عالية. هذا إذا سمعه أحد الناس يقول: كيف ذلك؟ وإنما أنا أتحدث عن من؟ عن علي بن أبي طالب، عن الذي دعا له رسول الله، عن الذي فتح باب خيبر، عن الذي قتل مرحبا اليهودي، عن الذي قتل ابن ود العامري، عن الذي قال فيه سيدنا الفاروق عمر: لولا علي لهلك عمر. إذن قالوا: يا إمام عرفنا بأن 2 ركعتين خير من دخولك الجنة. فقالوا: يا إمام أفضل لك أن تصلي 2 ركعتين أم تتصدق بـ2 دينارين؟ قال: لأن أتصدق بـ2 دينارين خير لي من أن أصلي 2 ركعتين. كيف يا إمام؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى علم
بأن الصلاة سهلة، ولكن إخراج المال من الجيوب دائما يكون شديد على بعض القلوب. بعض الناس لو حط يده في جيبه كده كأنه هنالك عقرب تلسعه، يخاف إذا وضع يده للفقير في الجيب يخاف كأنه في يده إيه؟ عقرب. لأن الفقير يحتاج من هذا الإنسان أن يسد الرمق ولو بريال واحد. إذن الإمام علي يقول لأن أصلي ركعتين خير من دخول الجنة، وهنا يقول لأن أنفق دينارين في سبيل الله خير من لي أن أصلي ركعتين. لأن هنالك قد تكون الصلاة لها وقت، ولكن الفقير المريض الذي يئن تحت المرض تجرى له عملية جراحية، اذهبي إلى أموالك واحضريها للفقير، ربما أن تكون أسبق من الصلاة التي تصليها نافلة. ولذلك أحد الناس ذهب إلى أحد العلماء يقول ولدي الوحيد أصابه مرض عضال، والطب احتار في هذا المرض، لم يعرفوا له دواء ولم يصنفوا له علاجا، ماذا أصنع؟ قال هل أنت من الأغنياء؟ قال نعم. قال اذهب وتصدق بما معك من مال حتى ينظر إليك الكريم المتعال. فأخذ ما في جيبه من مال، وقالوا كان معه 10,000، ظل يوزعها آخر النهار. الولد أفاق من الغيبوبة وقال الحمد لله برئت من مرضي. لأن كل فقير أخذ جنيه واحد رفع يديه وقال اللهم أطعم من أطعمنا، اللهم اكسي من كسانا، اللهم اسقي من سقانا، كما جبر خواطرنا اللهم اجبر خاطره في ولده. وكان فعلا الجزاء من جنس العمل. قد تكون الصدقة أوفى وأوقع من الكلمة ومن الموعظة ومن صلاة النافلة، لأن الفقير مسكين يتلهف والحاجة تكون شديدة. ولذلك عندما جاء أحدهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما وكان في معتكفه، معتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لضرورة، جاء الفقير وقال ملهوف يا ابن عم رسول الله تعال معي إلى كذا حتى تقضي لي شأني. فما كان ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن ذهب وانتعل بنعليه وذهب خارج المسجد، الناس يا ابن عباس أتخرج وأنت معتكف؟ قال إنني استمعت إلى صاحب هذه الروضة والعهد به قريب، لأن تمشي في حاجة أخيك ساعة قضيتها أو لم تقضها خير لك من اعتكاف شهر في مسجدي هذا، في مسجد النبي. لأن الفقراء مساكين، الفقراء محتاجين، فإذا لم يجدوا أصحاب الإيثار، أصحاب العطاء، أصحاب الصدقات من يقضي لهم شؤونهم، المولى يقول الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإذا منع وكلاء عيالي أخذتهم بغضبي ولا أبالي. يأتي أحد الفقراء إلى سيدنا علي، وكان القرآن يتنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ملهوف يا ابن عم رسول الله، وكان سيدنا علي راكع، فما كان منه إلا أن مد يده وفيها خاتم من فضة وكأنه أشار إلى الفقير خذه. فلما أخذ الفقير هذا الخاتم وذهب يبيعه وقضى شأنه، نزل القرآن يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزلت في سيدنا علي كما قال سيدنا ابن عباس في أسباب النزول. هذا هو الإيثار، هذا هو العطاء. والذي علم الدنيا وعلم العوالم وعلم العلماء أبو المكارم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي علم الجود كيف يجود الجود، لأنه صاحب الجود. أرج الحديث بسيرة المختار،
وتعطرت لأريجه أشعاري يا خير خلق الله أنت وسيلتي عند الإله المنعم الغفار لم ألف غيرك من يجيب إذا دعي ومن يقيل إذا زللت عثاري فامدد يمينك بالعطاء وبالندى واحب الفقيرة بفيضها المدرار أنت الذي ملأ الوجود بجوده والجود بعض خلائق المختار يكسى النبي ثوب أهدى رجل وزوجته من الأنصار لرسول الله ثوب حاكت هذه المرأة الأنصارية الثوب وجاء الرجل ومعه الزوجة وقالت أريد أن أكسوك هذا يا رسول الله فعندما ارتدى العباءة أو البزة التي جاء يشتمل بها النبي فجاء أحد الصحابة وقال ما أحلاها وما أبهاها ولكن أنا نفسي فيها يا رسول الله اكسونيها يا رسول الله اعطيني إياها يا رسول الله فالحبيب قال هي لك ونزعها رسول الله أعطاها له عن نفس الراضية لاموه وقالوا أخذتها من النبي وتعلم بأنه محتاج إليها قال كفاني شرفا بأنني أرتديها بعد أن لبسها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنى أن تكون كفني فإذا مت كفنوني فيها وقال راوي الواقعة بأن الرجل كفن فيها فعلا يأتي أحدهم ويقول له النبي لماذا لم تخرج معنا تنتظر حتى نختم الصلاة بأذكار لأن بعض الناس ينفلت من الصلاة والواجب إذا صلينا نستغفر ونذكر المولى تبارك وتعالى ويسلم بعضنا على بعض النساء يسلمن على النساء في مصلى السيدات والرجال يسلموا على بعضهم بعض أصحاب الحي والشارع والمنطقة للألفة ولكن هذا أبو أيوب الأنصاري يخرج ينفلت من المسجد كالريح المرسلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لماذا لم تجلس معنا قال يا رسول الله أصلي معك وزوجتي معها ثوب واحد أنا أرتديه فأصلي فيه معك ثم أنزعه فترتديه هي فتصلي في أول الوقت فإذا جلست معكم يضيع أول وقت على زوجتي وهي تريد أن تصلي أول الوقت انظري انظري إلى نساء الصحابة إلى هؤلاء الذين كانت الحياة معهم كما أرادها المولى تبارك وتعالى فقيرة وراضية وسعيدة وفرحانة كل الشرف وكل السعادة بأنها تصلي في أول الوقت زوجها يخلع الثوب ترتدي هي فتصلي ثم قال هل أعطيتني ثوبك يا رسول الله نزع الحبيب ثوبه الذي عليه وجلس بقميصه صلى الله على حضرته وأرسل إلى بيته يرتدي الثوب الذي كان يقابل فيه الأضياف في بيته ثم ذهب الرجل يحتضن ثوب النبي الذي فيه عرق النبي الذي فيه مسك النبي الذي فيه رائحة النبي الذي فيه أنوار النبي قال لزوجته أبشري قالت وماذا بعد قال هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما علم بأنني فقير أعطاني ثوبه أصلي فيه وخذي ثوبي لك تصلي فيه قالت الزوجة الصابرة العابدة يا رجل أتشكو ربك لرسوله يا رجل أتشكو ربك لرسوله قال والله ما أخذته يا امرأة إلا لأنوار رسول الله وأسألك بالله غسلوني وكفنوني في ثوب رسول الله فإذا جاءني الملكان وسألاني من ربك ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم أقول آمنت به وهذا ثوبه كفنني فيه إذن هؤلاء تعلموا من رسول الله
تعلموا عندما تكون الغنم التي مع رسول الله في ساعة الفيء وفي ساعة الغنائم، تأتي الغنائم ويأتي أحد الأعراب ويقول: يا رسول الله هذه الغنائم ما أجملها، أعطيني إياها يا رسول. قال: هي لك. ذهب الرجل: لي؟ قال: لك. أخذها الرجل، ذهب إلى قومه: يا قوم اذهبوا إلى رسول الله، إنه يعطي عطاء لا يخشى معه الفقر. وكان يقول: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. لم يقل لاء إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. تعلم الأنصار من رسول الله العطاء، رأيناهم يتسابقون ويتزاحمون. يا أهل المحاكم ويا أهل القضايا المعلقة، يا ما تأتون بالخبراء، يا ما تأتون بالمحامين، يا ما تأتون بقضايا ما أنزل الله بها من سلطان. وقد تكون صلاة الأرحام ما بين واحد وإخوانه وأخواته. انظروا إلى الأنصار، يأتي المهاجر من مكة لا مال ولا حلال، يأخذه الأنصاري ويقتسم معه المال والحلال. وسيدنا سعد بن الربيع يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف: هل تريد مني أن أصنع معك شيئا؟ نعم. قال: بارك الله فيك. قال: بقي شيء واحد، انظر إلى زوجاتي أيهن أطلقها لك حتى تتزوجها أنت. هؤلاء الذين علموا الدنيا الإيثار. نعم. ونحن ندعي الإسلام، وإذا نظرنا إلى مشاكلنا ليس على الأموال فحسب، بل على ظل زائل من الدنيا الفانية التي لا قيمة لها. من الباقي؟ إنه هو الله. من يدخل معنا في قبورنا؟ إنه هو العمل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. المال يظل، ويقول الإنسان عندما يحمل إلى قبره: يا أهلي يا عشيرتي، جمعت لكم المال من حله ومن حرامه، المال لكم والحساب علينا. إذن النفس تبكي على الدنيا وقد علمت بأن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. من بناها بخير طاب مسكنه، من بناها بشر خاب بانيها. إذن إذا أردنا الحياة الطيبة لن ننال البر إلا إذا أنفقنا مما نحب. فضيلة الدكتور، بعض العلماء تحدثوا عن أن للإيثار درجات ومراتب. نعم. نريد من حضرتك توضيح هذا. الدرجات والمراتب، عندما تكونين أنعم المولى عليك بالمال وتعطينا عطاء، هذه درجة. ولكن عندما يكون غيرك فقير لا يملك إلا القوت الضروري، ومع ذلك يؤثر الغير على نفسه، درجة عالية. لا يستويان. نعم. رجل فقير، فقر مقطع، وإذا ما دخلت إلى بيته لا تجدين منه إلا ثورة في العطاء، لا تعلمي كيف يقابلك ويريد أن ينزع حتى ما عليه من ثياب حتى يرضي من جاءه إلى بيته.
هذا هو الإيثار. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار والمهاجرين على العطاء، فقام سيدنا عمر وقال كان جاء إلي مال في هذه المرة. في كل مرة سيدنا أبو بكر له السبق، لأنه صدر أينما حل، لأن سيدنا أبو بكر هو ثاني اثنين في الإيمان. أول من آمن برسول الله هو رسول الله، آمن الرسول، يبقى أول من آمن برسالته بنفسه، برسالته وبدعوته حضرة النبي، آمن الرسول، يبقى أول من آمن هو رسول الله، آمن برسول الله وبدعوته هو سيدنا محمد عليه الصلاة. ثم ثاني اثنين كان في الإيمان سيدنا الصديق، كان هنالك في بلاد الشام تربطه علاقة حب وعلاقة صداقة بحضرة النبي، ورأى بأن نبي آخر الزمان قد ظهر، فأسرج راحلته وذهب إلى بلاد الحجاز، وفي الشام رأى الرؤيا. فعندما وصل إلى أطراف الحجاز وجد حضرة النبي في انتظاره، فقال يا أبا بكر تنبأت أنا نبي وأنا رسول، نزل الوحي يا أبا بكر. فقال ما علامة ذلك يا محمد؟ قال رؤياك في الشام يا أبا بكر، اللي شفته في الشام. قال أشهد بأنك رسول الله. فكان سيدنا الصديق ثاني اثنين في الإيمان، وكان ثاني اثنين في الغار، وكان ثاني اثنين في الخلافة، وكان ثاني اثنين في انتقاله بعد حضرة النبي. أوصى إذا غسلتموني وكفنتموني فاحملوني إلى روضة رسول الله، وقولوا يا رسول الله صاحبك يستأذنك في أن يدفن إلى جوارك، يا أدبك يا أبا بكر، لأنه يعلم بأن رفع الصوت عند رسول الله معصية. قال غسلوني وكفنوني واحملوني إلى روضة رسول الله، وقولوا يا رسول الله صاحبك يستأذنك في أن يدفن إلى جوارك. فقال سيدنا أنس غسلناه وكفناه وصلينا عليه، ثم ذهبنا إلى الروضة ننادي يا رسول الله صاحبك يستأذنك في أن يدفن إلى جوارك. فقال سيدنا أنس وجدنا باب الروضة قد انفتح دون أن يفتحه أحد، وسمعنا من يهاتفنا أدخل الحبيب إلى حبيب. فكان الصديق صاحب العطاء. فعندما قال عمر جاءني مال في هذه المرة، والله لأسبقن أبا بكر في هذه المرة، فلما جئت بنصف مالي وضعته بين يدي رسول الله، فقال ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم نصفه يا رسول الله. ثم جاء الصديق بماله كله وضعه بين يدي رسول الله، ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. فقال الصديق والله لا أسابقك على شيء أبدا يا أبا بكر. لأن الحبيب يقول أول من يتناول كتابه بيمينه عمر، عمر يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رغم الخلاف رأي الفرد يشقيها، إن جاع قوم شاركتم في الجوع أن تنجلي عنهم غواشيها، من يبارئ بحفص وسيرته ومن يماثل للفاروق تشبيها. يوم أن قال الزوج أشتهي الحلوى، فقال لها من أين لي سمن الحلوى فأشريها، ما زاد على قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. هذه أخلاقه وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وراع صاحب كسرى رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، رآه بحت الدوح مشتملا ببردة كاد طول الدهر يبليها، فقال مقولة أصبحت مثلا وظل الجيل بعد الجيل يرويها، حكمت فعدلت فأمنت نم يا عمر قرير العين هانيها. يقول الحبيب صلى الله على حضرته أول من يتناول كتابه بيمينه عمر،
فقالوا الصحابة: يا رسول الله، وأين صاحبك الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق سيدنا محمد الذي صدق به الصديق، الصديق أين هو؟ قال: ويحكم، أتريدون للصديق أن يقف لحساب؟ الصديق في الجنة لا كتاب ولا حساب، الصديق في الجنة تكون زفته الملائكة قبل العرض بأعوام. قالوا: يا رسول الله، وكيف عمر؟ قال: إن حسنات عمر تملأ ما بين السماء والأرض. قالوا: أين صاحبك؟ قال: وما عمر إلا شعرة في صدر أبي بكر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الدكتور، كيف نربي أنفسنا على فضيلة الإيثار؟ كيف كان هؤلاء يؤثرون الآخرين على أنفسهم، وكيف نكون مثلهم؟ تشبهوا بهم إن لم تكونوا أمثالهم، إن التشبه بالصلاح فلاح. إذن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. إذا ما كان هنالك رفقة طيبة تتعلم الإيثار من هؤلاء الذين يسيرون معك، الذين يجلسون معك، ولذلك واختر قرينك واصطفيه تفاخرا، إن القرين إلى المقارن ينسب، واحذر مصاحبة اللئيمة فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب. إني قد نصحتك وهذه مقولتي، والنصح أغلى ما يباع ويوهب. عندما تكون في رفقة طيبة، في أناس كلهم حب لله ولرسول الله ولأوطانهم، بعض الناس إذا قلت له لابد أن تتصدقي مثلا لهؤلاء الذين يقومون على صندوق مصر، يقول لك أنا نعم لابد أن تكوني علامة العطاء، وهذه البلد التي أعطتنا ووقفت إلى جوارنا وتربينا على ترابها وتظللنا بسمائها وتعللنا بنسيمها وشربنا من نيلها، ما العيب وما الضير أن يتقدم الواحد منا إلى صندوق مصر ويدفع ما عنده من أموال، أو بعض ما عنده من أموال، أو فضل ماله من أموال، لأن هذا الصندوق يقوم على مشروعات عملاقة، وبلادنا الآن تشهد الحمد لله رب العالمين صحوة أراها. يعني في زماننا لم نسمع بمثيلها. اذهبي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، اذهبي إلى هذه الكباري التي تنتشر ليلة ونهارا، إلى هذه المشروعات العملاقة، فإذا ما كان هذا يتصدق بعشر جنيهات، وهذا بخمسة جنيهات، وهذا بألف جنيه، كل منا على قدر حاله، هذا هو الإيثار لهذه البلد. وهذه البلد تحتاج من كل مخلص ومن كل واع ومن كل عاقل أن يؤثر هذه البلد على نفسه، لأن حب الأوطان كما قالوا من الأديان، وإن كانت هذه مقولة وليست حديثا، وإنما توافق قول النبي عندما وقف ملوحا بكلتا يديه إلى مكة يودعها: أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، والله لو ما أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الإيثار علامة للعطاء، علامة للأولياء، علامة للشهامة، علامة للسخاء. ولذلك كان عدي بن حاتم الطائي يقول: إن أبي أثنى عليه رسول الله وإن لم يكن شهد الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عدي، إن الله قد يغفر لأبيك لكرمه. ولذلك عندما نحر ما معه من أغنام حتى لم يجد لضيفه إلا الفرس، نحر الفرس، جاءه ضيف لم يجد إلا، نظر إلى غلام له، قالت الزوجة: ويحك يا حاتم، هذا ولدك، هل تجهز عليه؟ قالت: إنه ولدك، أجننت يا حاتم؟ قال: عيرتني بالبخل وهي
زميمة لم تعلم قيمة الكرم، وعار أن يقال بخيل، أرى الناس خلاني ولم أرى للبخيل خليل. البخيل زوجته تكرهه، أخوه يكرهه، جاره يكرهه، إنما صاحب الإيثار صاحب العطاء محبوب من الله، محبوب من الناس، عزيز وغالي على وطنه. فلنتعلم الإيثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فضيلة الدكتور، لماذا انتشرت آفة الأنانية بين الناس وتغلبت على فضيلة الإيثار؟ الأنانية هذا مرض، دائما إذا ما ذهب الكرم حل الشح، وإذا ما جاء الشح رأينا البخل، وإذا ما كان البخل رأينا الحسد والعياذ بالله. وإنما الكريم لم يكن حاسدا أبدا، لأنه نفسه راضية. أما البخيل هو الذي يحسد الناس. البخيل بخيل على نفسه، بخيل على زوجته، بخيل على أولاده، بخيل على مجتمعه. وإنما المؤمن دائما عنده فسحة، وعنده عطاء، وعنده رحمة، لا يأكل وجاره جوعان. تعلم ذلك من أين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن الصدقة هي التي تكون ظلا لنا يوم أن تدنو الشمس من رؤوس العباد، فعندما تتصدقين. ولذلك يقول إقبال صاحب الثورة في الباكستان: أنا إن عشت لم أعدم قوتا، وإن مت لم أعدم قبرا. أنا إن عشت أجد الصدقة من كل المسلمين هيعطفون علي. ولذلك اليتيم مات أبوه، ولكن صبيحة العيد تجد الحي، كل القرية، كل البلد تذهب إلى الأيتام. أبوه كان يأتيه بثوب واحد، ولكن المؤمن يجمع في صلاة العشاء كل مؤمن ويقول: تعالوا بنا إلى هذه الأرملة نواسيها، تعالوا إلى هذا اليتيم نكفله، لا يضيع أبدا. أما عندما نرى الشح ونرى البخل، تري ما نحن فيه من شحناء على أتفه الأسباب. عندما يقوم أحدهم على دفن أخيه ويقول للناس: دعوني أنزل إلى المقبرة. تنزل وأخوك قد دفناه وريناه التراب، يقول: لا، هنالك أمانة حملني إياها. وماذا تريد؟ انظر إلى الشح وانظر إلى الطمع. نزل إلى أخيه، أراد أن يمضي عقد بيع ببصمة لهذا المتوفى. الناس ينادون: اخرج يا رجل، الشمس قاربت على المغيب، اخرج. نزل أحدهم يستبين الخبر، وجد عجبا، وجد الرجل جاثيا على صدر أخيه وفارقت روحه الحياة، وبيده عقد وبيده الأخرى مبصمة. وقبل أن يجري ما أراد، الملك أمر الملك أن يقبض روحه. ماذا جنى؟ ذهب بذنبه في آخر لحظة من حياته، يبعث على ما مات عليه. ماذا يقول لربه؟ مات على هذه المعصية، علما بأن المال سيبقى وكلنا راحلون، ولا يبقى إلا الواحد الديان. فضيلة الدكتور، هل الإيثار يقصد به المال فقط، أم إيثار الغير على النفس في ركوب المواصلات، أؤثر غيري أن يجلس بدلا مني؟ الإيثار كلمة شاملة، أن تؤثرين غيرك على نفسك في كل مناحي الحياة. في مركب أنا ركبت، وجدت المريض اجلس، وجدت المرأة لابد أن أقوم كما كان في أيامنا التي رأيناها من العيب، أن تقوم المرأة في المواصلات والرجل جالس وكأنه لا يفسح لها وهي واقفة. هذا من العيب.
وهذا من عدم الحياء ومن عدم المروءة. ولكن إذا كنا سواء في صحة وفي عافية، وأنت في عمري وأنا في عمرك، وكل منا له قوة على الأمر، ولكن أقول لك تعالي فاستريحي، وأنت تقولي لأختك الأخرى تعالي فاستريحي، وأنا أقول لأخي تعالى فاستريح، وكل منا يقدم بعضه على بعض. كنا إذا دخلنا إلى المسجد ورأينا أحد الدعاة نقول له تفضل، حتى وإن كان هذا الداعية وافدا من بعيد، ما دام يرتدي هذه العمامة لابد أن أقول له تفضل في أفضل درجة، وهي درجة الإمامة في الصلاة، من باب التكرمة أن يكرم كل منا الآخر، ولابد أن يؤثر كل منا صاحبه على نفسه. وكذلك في الملمات إذا كان هنالك شيء يصيب الناس والناس يزعرون وقد يصيب فلان حتى ينجو، أحد الناس يؤثر الغير على نفسه ويتلقى الضربات حتى ينجو الغير. نعم. هكذا يفعل الجنود البواسل في سيناء. نعم. ولمصر في قلب الزمان رسالة مكتوبة يصغي لها الأحياء، من مصر جاءت قصة تروي علاها، والعلا سيناء. نعم. هي مصر إذا أنشدتها متشوقا طرب الزمان وغنت الورقاء. الحمد لله مصرنا بخير وفيها الخير الكثير، ولا يزال الإيثار متواجد مع كثير من الناس. نعم، ونأمل أن يزداد عدد الناس الذين يؤثرون الآخرين على أنفسهم. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف على وجود حضرتك معنا النهارده. وأنا أشكركم وأتمنى لبلادنا الخير والنماء، وأن يجعلها المولى تبارك وتعالى واحة للأمن والأمان، أن يمطر عليها شآبيب رحماته، وأن يحفظها من كل سوء، وأن يحفظها من حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين، وأن يحفظ بلادنا حكومة وشعبا يا رب العالمين. أمين يا رب العالمين. أشكرك فضيلة الدكتور. الشكر موصول لكم وبارك الله فيكم. أشكر. الشكر موصول لكم مشاهدينا، على وعد بتجدد اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد. شكرا لكم وإلى اللقاء.